ابکاته و همکاتک تان باش از زن خوش ویستان لدوام روژی چوارمین کنفرانسی نیو دولتی زنکوی جهان لبواری زنسک هرگیر و درکان که لزنکوی جهان هولیر به ها بشی لگه زنکوی لوت سولاتی پولنده برای وده چید بچه ها دیری برای از دکتر آرام محمد قادر وزیر خویندنی بالا و تویج نوی زنسیاری می کردسان اما دوام روژ و کتا روژی کنفرانسی چوارمی زنکوی جهان هولیر لبواری زنسک هرگیر و درکان امرو لگل هاو کارم بناس بشوی که راست خو رومالی مراسمی کتای هنانی ام کنفرانسی چوارم لگل تنده بین ام کاتت باش بناس زور سپاس امرو کتا روژی کنفرانس کن کنفرانس نیدارد از زنگوی جهانه که تیدا تندی ولاد بچداریان تیدا کردو بیگمان امرو خلاص دا بچدکری بسیار بچداربانی کنفرانس که تیدا زیگ اماج بتهاو دری دکتر آرام محمد قادر وزیر خوین نبالا توی جنوز زمست کنی هری میکوستن کتیدا آن کنفرانس یازده ولاد بچداریان تیدا کردو سلوشش توی جنوا پشکش کردو سلونو مراس کردو سلونو یا بالا سلونو توی جنوا ورگیراون سلوشش یعنی ورگیران و سیزده شیانات کرانه تو پازدن لدری ولاد بو و بیستو تاریش یعنی لاخو عراق بو و دشیان لهری میکردستان با. بگمان زیگ اماج که لهری میکردستانی شدیج نوی خود پیشکش کرد و با پیجرند. باشه. بینرانی عزیز، امروز وکو اماجم پیدا که مراسمی کوتاهی هنانی چواری میکنم راستی نیو دولتی زن کوچیان هولیرا میوانی که ایم هیا برز دکتر عمار البازی لزن کوی اوستن لبرمنگهام لگل ایم هیا دکتر تفضل. اهلا وسهلا دکتر. تفضل. دكتور عمار البازي من جامعة أوستن برمنغهام شرفتنا اليوم بجامعة جيهان أربيل. أهلا وسهلا دكتور، مشاركتكم في هذا المؤتمر شلون كان بالمختصر؟ في البداية أود أن أشكر إدارة جامعة جيهان وعلى رأسها رئيس الجامعة دكتور أمجد صابر الدلوي على إتاحة لنا فرصة المشاركة في هذا المنبر العلمي أو الصرح العلمي الدولي اللي شاركنا بإلقاء كلمة keynote speaker بعنوان machine learning and its application in supply chain and business management. وكانت مشاركتي أيضا ببحثيا ألقيتهم خلال ندوات المؤتمر. تمام. دكتور، البحث اللي حضرتك قدمته شنو كان عنوان البحث اللي قدمته؟ نعم، البحث الرئيسي اللي قدمته كان بتخصص اختيار ال 3PL selection في سلاسل التجهيز 3PL selection modeling and optimization، وتطرقت إلى موضوع هام جدا وهو كيف أن الشركات تختار شركات النقل لنقل البضائع من منتج إلى مستهلك ومن مستهلك إلى الزبون. حلو. زميلتي بناس هيس برسارك تي أبوي بكم با عربي خود هيس برسارك تي. برسارك إمنا أبوك. ستو ایجنه که پیشکش کرده؟ اوه جواب ده، بلام دهوی بونم نده تانین پرسیاری ده بکنین خوی لیری خدشیاری میکردسانه یا لدروه ها تو ایلا دکتور، حضرتك زیارة جد على اقلیم کردسان والعراق بشكل عام و مثلا مجرد على مود الكونفرانس جاي و راح تبقى آني تمت دعوتي من قبل جامعة جيهان لحضور المؤتمر وإلقاء الكلمة الرئيسية الكينوت سبيتش وإلقاء بحثين، فكانت زيارتي هي بتلبية لدعوة جامعة جيهان، بس هاي المرة الثانية اللي أجي بيها إلى أربيل. شرف إلي. الأول مرة جيت عام 2013، فورا 10 سنين هسه 2023 شاهدت فد حركة إعمارية ونهضوية هائلة، يعني مو هي هاي أربيل قبل 10 سنين، يعني شفتها تطور جدا المباني، يعني نافس نعم. يلا نافس ان شاء الله ان شاء الله. اريد بما انك كنت الكينوت سبيكر مو نعم. مال المؤتمر، البحوث اللي قدمت من قبل الجامعات العراقيه والاقليم كردستان والبحوث اللي قدمت من قبل الجامعات الدوليه اللي 11 دوله المشاركه بهذا المؤتمر، شفت فرق كبير من ناحيه العلميه بين هذه البحوث او لا يوجد فرق كبير في هذه؟ صراحه لا يوجد فرق كبير، بس البحوث اللي شفتها البحوث على مستوى الوطني على مستوى اقليم كردستان الى اخره تطرقت الى مشاكل جدا مهمه في العراق والاقليم. مشاكل يسموها problem statements او يسموها real life case studies، كانت مشاكل جدا مهمه، ونتمنى احنا عندنا هيك مشاكل ويصير في التعاون معانا احنا ناخذ هاي المشاكل ونبدي نحل مع الباحثين في اقليم في جامعات كردستان نحلها. صحيح. ونطور حلول نستخدم الأداء، بس ما كان أكو ذاك الفرق. شكرا جزيلا دكتور عمار البازي من
أوستن بيرمنغهام. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بناس هلبتة أم دكتورة لزانكوي أوستن لبيرمنغهام لوراتي بريطانيا أورولي ربش داري كردو لب كونفرانس دا. أمش أماجي بوداك كأشند أو كونفرا أو تويجنواني كلم لم كونفرانس دا بيشكش كران هم لزانكو كاني ناو خيري من كردستان العراق هم لزانكو كاني دروا هي جوازية كأو تو عنب. ميواني كتير مانها برايز دكتور قصي لا زانكو جهانه ولا بشي كارغريكا دكتور تفضل. السلام عليكم. السلام. ان شاء الله. دكتور حضرتك من جامعه جهان ابريل كدكتور في هذه الجامعه شلون تقيمون هذا المؤتمر وشنو هو كلامكم بما انه 11 دوله من جامعات مختلفه حول العالم اليوم موجودين في جامعه جهان ابريل ويقدمون المؤتمر بقوه جيده؟ طبعا اول شيء نشكر اللجنه التحضيريه واللجنة العلمية وبقيادة الدكتور أمجد اللي يحث دائما على أنه نقدم شيء جديد ونتعاون مع الدول الخارجية حتى نطور البحوث مالتنا. طبعا أنا من اللجنة العلمية فمن البداية إحنا مواكبين نعم من قبل فترة طويلة إحنا نعرف الموضوع هذا ونرتب الأمور. بس بجهود دكتور أمجد الحقيقة ومثابرته وكان دائما هو يحثنا على الموضوع هذا فالحمد لله نحس أنه حققنا نجاح. والدليل انه شاركنا مع بحوث من كان دكتور عمار البازي. انا كان عندي اربع بحوث مشارك بالمؤتمر. نعم واحد مع تركيا واحد مع يعني سوريا. يعني قدمت كمشترك؟ نعم مشترك ومع دكتور عمار من لندن اوكي واحد محلي هنا فالحمد لله يعني كان عندنا مجموعه بحوث مشاركه بها. بسيرش ميلي بعرضك وعرضي لم كونفرنس داك تجنو كان سيدي داك لدوي كونفرنس دكتور دا تسأل انه هذه البحوث اللي قدمت في هذا المؤتمر شنو راح يصير بيها بعد هذا المؤتمر شلون راح تشتغلون عليها حتى يوصل الهدف اللي هم انتم تريدون. واحنا من ضمن التوصيات انه نشجع المانجرز رؤساء الاقسام او القادة انه يحثون على على سبيل المثال واحد من بحوثي يحكي على الحسد الحسد بين الموظفين فنحث على سبيل المثال انه نقلل الموضوع الحسد بانه يكون تعاون بين الاساتذه تعاون بين الاساتذه والخارجيين. نشوف اذا واحد جيد نقتدي به مو نحسده. مع الاسف ان هذا موجود هالعاده هذه فكان بحثي على الموضوع هذا وان شاء الله توصلنا يعني احنا هل انا اريد اسالك سؤال مختلف في هذا البحث اللي قدمته الحسد بين العاملين الموظفين شنو الفرق بين المنافسه والحسد؟ ابو احنا عندنا الحقيقه حسد اكو نوعين اكو حسد بناء اللي هني اشوف له واحد جيد مثلا على سبيل المثال اعتبره قدوه الي واحاول اقلده على سبيل المثال دكتور امجد صرامته احب اقلد الموضوع هذا واكو حسد هدام اللي هنا انت تشوفه وتحسده وتحاول تاذيه مع الاسف يعني عندنا هذه المشاكل احنا مذكوره بالقران هالشيء هذا يعني فاني اكدت على انه موضوع الحسد البناء. وايضا العفو قبل يمكن سنتين او ثلاثه سويت بحث شركه احنا عندنا بالاقليم كورك وآسيا سويت بحث انه في اختصاص بحث عمليات جيم ثيوري انه لو درست سويت بحث لو تعاونوا لو تنافسوا او منافسوا ما بيناتهم ولو تعاونوا حققوا ارباح اكثر ما لو تنافسوا. هسه هم متعاونين لو لا والله متنافسين هم تمام متنافسين بس التعاون افضل من المنافسه. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. شرفتنا بالتوفيق ان شاء الله وبالاستفاده. شكرا جزيلا. شكرا لك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. والله بنيراني عزيز لقال ما ابو دكتور قصيله زانكو جهان هوليره وكاو جناب شان بعد شوار توجنا بجدار علم کنفرانس دا کرده بو میوانه کی ترمان هه بجدار بو کی خاصون اگر فرموی فرمو میوانه کی ترمان هه یک کله بجدار بو نه علم کنفرانس دا که هی نما مستای نه قطابی شل زان کو جان هولر تنها بو او سود ببینید علم کنفرانس بجدار ولا گلی ما خاطر فرم فر بخیر سلام بناس فرم داتن گرینگ کام کنفرانس انا انجام بدریم بختم یان تو شک وقت میوان هاتی بخیر بیت سلامت من کتابی ما او کنفرانس انش گرینگ بو پربیدانی زانست و پربیدانی خودی طلبه باشا خود لزانکو جیان هولیر نیوایا بلام که زانی کنفرانس زانکو جیانی؟ بله زانکو جیانی؟ لیچه باشا؟ آداب انگلیسی باشه. خود لبشی آداب انگلیسی زنگ جهانی. بلام ام کنفرانس کنفرانسی که نیودولتی از جهت لیان زولاتی دا بچ دارن. با کوکتابیه که دیبینی اون دا بونم نبود رجع ما مصاب رجع توی جنی ولی من کنفرانس دا پیشکش دکل زنگ جهان ولی با کوکتابیه که ام زنگ چه هسته که تیه چند دل خوشی هست با چی دکه؟ بله پیدل خوشم بیگمان و
جرينجا سالانا او كونفرنسانا دوباره بكريتوا بيشتريش كونفرنسي بيشوي زانكو جان هولي لواري اداب زمان بوا خود بجداري دو كونفرنسي كرت يعني بيتنا كرا نعم بدا خوب بيمنا كرا باشا ايتر او بواري ايو وان شاء الله بدل هذا هاتو جاز دوباره بكريتوا باشا زور زور سباس خاتو زور خوش حرم كنا قبل زور سباس بله بینرانی عزیزی تر ام کنفرانس گرینگی کتابتی هی با سرجم فرخوازان لیست دا دمیل بدید بسن بنا از خود امرو لگل مانی لیم کنفرانس دا و ایستم باشکمی کتر مراسیمی کتا یک دست بده کن فرخواز یکی زن کجان هولیر خود چسته کد هی وکو را گیند کارک ام کجور کنفرانسان چون دید بگو من هسته که زور دل خوشم ناتوان هستن که در باری تو کل که سالانه او کنفرانسانه انزام دادری بزیادتر اشنابون قطابیان بم بابتانه دا و بگو من که توی جنو انزام دادری که الگور کرنی زنیاری کنه لدر ولاتو حریم کردستان هر دو زنکو کن الگور زنیاری دکن توی جنو انزام دادن قطابیان بگو من سودی زور دلم توی جنو وردگرن که پیشکش دکری استش حالات دابش دکرید باش کمی کتر خلاصی رزیرم با سرسرجم او توی جرآن داشت دکرت که لزان کوکانی در و هریمی کردستان و عراقو آوانی که لزان کوکانی هریمی کردستان و لزان کوکانی عراقش بشه وکی گشتی و کوام جمع پیدا 24 توی جنوال ناخو عراق و 10 توی جنوال ناخو هریمی کردستان و 15 توی جنوال کورگیرا و در و هریمی کردستان و عراق و اما جگای دست خوشی که بناز که ببینیم بونمون لو توی جنوانی کورگیرا ون پانزه بیستوساریان لداخلی عراق بیتن دلوا توی جنوانی که لداخلی زنکو کانی هریم عراقن لهریمی کردستان هر لوا توی جنوانی که ورگیراون پانزه لوا توی جنوان لدره وقتا ایما دتوانیم بلاین استاش فکو دکتر قسمی من بیمان کرد گوتی جنابیم گوتی که ام توی جنوانی که بینی من للاین زنکو کانی هریمی کردستان ولی زنکو کانی عراق و لگل زنکو کانی دروا هیچ جوازی کی زوری نیه لگل او زنکو کانی دروا دهانی ایمالی را بله این که زنکو کانی ایمش دکتر کانی ایمش توی جنوا کانی ایمش لعاستی نیو دولتی دان لعاستی برزدان امش وقتی امش تدرات. بگو من سالانه که کنفرانس انجام دادی هر داره ولی سر بابته که من گسته لسر زمان و آداب. آداب و زمان بله. و پروردگار گشتیشی تداب. راسته. و استش که من جیبنده و ای کارگر و داره یا بگو من دنیش که هندک رپورتوشتم انجام دم. زنیاری من لسر اول کار کرده تو که سالگ نه سالگ لسر کارگری و درایی کنفرانس انجام داده ره سالی دو بین آکن سالی دواتر لسر کارگری و درایی داده راستا دمی ببینین آنها با بینرانی عزیز تلویزیون جهان بله که آب و ماهی دو روزه ایم باشه وی کراستا خورم علی چهارمی کنفرانسی نیو دولتی زنکو جهان هولی لبواری زانست کارگری و درایی کند کین ام کنفرانس با چاودری برای دکتر آرام محمد قادر وزیر خوندنی بالا و توجنوی زانست هریمی کردستان بوا لم کنفرانس دا 49 توی جنوا ورگیراون 24 لو توی جنوا لناخو عراقن دلو توی جنوا نک لناخو عراقن لهریمی کردستان و زانکوکان یریمی کردستانن 15 لو توی جنوا نک ورگیراون لزانکوکان دروانه 11 ولاتی جواز لم جهانه دا بجداریان لزانکو جان هولر دا کردوا لچوارمی کنفرانس نی دولتی زانکو جان هولر سپاسی تا و استافی تلویزیون جهان کم کبو ببی او حزب باوند بو مکم بو ماوی دو راجا بشوی کراستو خو رومالی چوارمی کنفرانس نی دولتی زانکو جان هولر دکاین تلویزیون جهان همیشه هیز درخی نکردو لبرانبر پیش کوتنو پیش خستنی زانست هریمی کردستان ایم ابو ماوی دو روزا رومالی سرجم او توی جنوانه دکن که لیره دا لم کنفرانس دا پیش کش دکرین ام کنفرانس ماوی دست خوشی و جگه خوش حالیه تندین او بابتانه که ور من گرتو لب کنفرانس دا گرینگی که زور زور باشیه وکو برایز دکترم جد سابر دلو سروکی زنکو جان هولیر اماجی باودا که او دو خشل جاوی نو آبوری جهان دا لیستاده ها گرینگی که زوری پیدره و لم کنفرانس دا ناوبره که کرتور دا گرینو دگرین ولاته كان عندي أهمية البحث بأنه التجارة الإلكترونية من وجهة نظري أحد سلالم التحديات اللي وصلت إلى مهنة المحاسبة، وكان من المفروض إحنا نعرج عليها ونعرف هالبيئة الجديدة شلون أثرت على الرقابة الداخلية ومكونات الرقابة الداخلية. طبعاً المتغيرات المبحوثة عندي نوعين من المتغيرين، عندي مكونات الرقابة الداخلية والتجارة الإلكترونية. أهداف البحث طبعاً من عرضت الباوربوينت قلت ما أخليها جامد، أخلي شوية صور ربيعية يعني شوية تشجعنا على المناقشة، فكان عندي الجبال والسهول وإلى آخره.
أهداف بحثي. من خلال ما عرضنا المشكلة وأهمية البحث كان عندي مجموعة من الأهداف لتحقيقها. طبعاً التعرف على مفهوم الرقابة الداخلية وخصائصها، عرض ماهية مكونات الرقابة الداخلية، تعرف على ماهية التجارة الإلكترونية، وخصصت فقرة خاصة لانعكاسات التجارة الإلكترونية على مكونات الرقابة الداخلية، وبالتأكيد في النهاية أعرض نتائج الجانب التطبيقي. فرضية البحث، طبعاً إحنا في البحوث العلمية عندنا فرضية يا إما أثبتها أو أنفيها، فرضية البديلة أو الفرضية العدمية. عندي اختارينا فرضية واحدة للبحث، كان عندي تؤثر التجارة الإلكترونية معنوياً على مكونات الرقابة الداخلية وفق مفهوم كوسو. رغم أنه أنا مو كلش أتفق أنه البحوث المحاسبية نستخدم به الاستبيان، ليش؟ لأن إحنا محاسبة تطبيقي، مهنة. صح إحنا كنا فن ومن ثم أصبحنا علم وأصبحت مهنة جديدة المفروض أشتغلها بإيدي، لكن هالمعلومات صعوبة أن أحصل عليها، سواء كنت في قطاع خاص قطاع عام أي شركات أسأل منه ما ممكن أن ينطيني الإجابة الدقيقة. فانجبرت أنه أستخدم استمارة الاستبيان، رغم أنه يمكن 75% من دول العالم حالياً يستخدمون الاستمارات الاستبيان، لكن من وجهة نظري المحاسبة فعلاً تحتاج أنه تكون تطبيقي أكثر من استمارة استبيان. منهجية البحث، استخدمت منهجيتين، منهجية الوصفية حتى أحدد الإطار النظري للبحث، والمنهج التحليلي في تحليل نتائج الدراسة المدانية. حدود البحث كان عندي حدين، الحدود المكانية والبشرية. الحدود المكانية كان عندي تتحدد بالمواقع اللي اختاريتها للبحث، والحدود البشرية الأشخاص اللي وزعت عليهم استمارات الاستبيان. نجي إلى متغيرات البحث. مثل ما عرضت بالبداية، متغيرات البحث كان عندي متغيرين. المتغير الأول التجارة الإلكترونية. عرضنا تعريف التجارة الإلكترونية، خصائص التجارة الإلكترونية، تأثيرات التجارة الإلكترونية، تجزئة التجارة الإلكترونية، أنواع التجارة الإلكترونية، وعرضنا أيضا مجموعة من التعريف للتجارة الإلكترونية بالتأكيد آراء لباحثين اللي تفضلوا بهم. كان عندي تعريف من وجهة نظري عن التجارة الإلكترونية، التجارة التي تتم باستخدام التقنيات وشبكة المعلومات العالمية عبر التبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات عن بعد. طبعاً اختاريت البيانات والمعلومات وليس فقط المعلومات، لأن المعلومة من استفاد منها، وحضراتكم يعني سيد العارفين البيانات تكون خامة أحولها إلى معلومات، وإذا ما استفادت منها ترجع بيانات خامة. متجاوزين عنصري المكان والزمان، وتغطي فئات عديدة من بائعي التجزئة إلى وسطاء الماليين، وتضع القواعد جديدة لعمليات البيع والشراء. في التجارة الإلكترونية ممكن إنه البائع والمشتري ما يشوفون بعض، مجرد إلكتروني إنه يتم التعامل بينهم في الشراء والبيع، ومتابعة حركة المخازن والتوزيع وتحديد طرائق السداد وغير ذلك من الأمور اللي ظهرت حسب التجارة الإلكترونية. للتجارة الإلكترونية مجموعة من الخصائص. من هذه الخصائص الطابع الكوني أو العالم للتجارة الإلكترونية، حول العالم إلى قرية صغيرة، الطابع اللا بيروقراطي للعملية التجارية، الهوية الإلكترونية للمتعاملين، الضمانات والشروط التسليم، الدفع الإلكتروني وسرية المعلومات وغير ذلك من الخصائص. عرضوها مجموعة من الباحثين، لكن ارتأينا بأنه يكون عندنا هالخمس خصائص. عند المتغير الثاني مكونات الرقابة الداخلية، بديت بالرقابة الداخلية حتى أعرف مفهومه وتعريفه، بعدين نعرج على مكونات الرقابة الداخلية. طبعا مجموعة من الكتاب أيضا عرضوا مفهوم الرقابة الداخلية. كان عندنا رأي في مفهوم الرقابة الداخلية في ظل بيئة التجارة الإلكترونية بأنها خطة مناسبة يراعى فيها البعد الاقتصادي والاجتماعي للشركة لتحقيق أهدافها، أهداف كل شركة لها أهدافها المتمثلة بكفاءة وفعالية العمليات والاعتماد على القوائم المالية والوثوق بها والالتزام بالقواعد
والقوانين بالتأكيد لمهنة المحاسبة، والحد من التجاوزات من دون تفتيت المسؤوليات، والحفاظ على أصولها وإمدادها وتقديم التقارير لخدمة الإدارة والجهات ذات العلاقة سواء كانت جهات داخلية أو جهات خارجية. مكونات الرقابة الداخلية، طبعا قبل ظهور التجارة الإلكترونية بالتأكيد الرقابة الداخلية كانت لها مكونات. هالمكونات كان عندي 5 مكونات: بيئة الرقابة واللي أحيانا نسميها مظلة الرقابة، بيئة الرقابة، بيئة المخاطر، الأنشطة الرقابية، المعلومات والاتصالات، التوجيه والمتابعة. هذه هي مكونات الأصلية للرقابة الداخلية. لكن في ظل التجارة الإلكترونية وانعكاسات التجارة الإلكترونية انضافت على المكونات الموجودة في الرقابة الداخلية مجموعة من المكونات الأخرى، اللي منها استعجل حماية وأمن نقل المستندات، الرقابة لحفظ وصيانة المسارات، رقابة حماية التوقيع الإلكتروني، والرقابة على البرامج التطبيقية، الرقابة على موفري الخدمة، نقاط رقابية وقائية. هذه اللي استنتجناها في الجانب النظري. نجي إلى التحليل وعينة البحث. اختارينا عينة البحث مجموعة من الأفراد، طبعا كان عندنا مجتمع البحث، واختارينا عينة من المجتمع. وزعنا 95 استمارة استبانة على الشركات المختارة، استرجعنا منها 81 استمارة فقط، كان 6 منها غير صالحة استبعدناها، وعليه آخر شيء اللي قدرنا نستخدمه 75 استمارة استبيان، وهي تمثل 78% النسبة اللي استخدمناها. استخدمنا مجموعة من التحليلات الإحصائية والأساليب الإحصائية، والبرنامج اللي استخدمناه كان برنامج SPSS وتحليل أنوفا والانحدار، مجموعة من الإحصائيات، وفعلا وصلنا إلى إثبات الفرضية بأنه فعلا تؤثر التجارة الإلكترونية معنويا على مكونات الرقابة الداخلية. كان عندي مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات عرضناها خلال البحث. أهم الاستنتاجات والتوصيات، والله ده استعجل دكتور بس أنا ما خادمة بالعسكري فما أعرف أهرول. الاستنتاجات اللي عندي، كان عندي استنتاجات نظرية واستنتاجات عملية. أثرت التجارة الإلكترونية بوصفة تقنية متطورة على الرقابة بصورة عامة والرقابة الداخلية ومكوناتها بصورة خاصة. آخر نقطة، على الرغم من أنه أغلب مكونات النظام الرقابة الداخلية ملائمة لبيئة التجارة الإلكترونية، لكن تحتاج إضافة مجموعة أخرى من المكونات. كان عندنا مجموعة من التوصيات. من وجهة نظرنا ضرورة إعادة هيكلة نظم التعليم الجامعي، رغم أنه الحمد لله في الآونة الأخيرة طلابنا بدأوا يعني يعتمدون على الإلكترونيات وافتهموا التقنيات بصورة عامة والتجارة الإلكترونية وغيرها من التقنيات. ضرورة إعادة النظر بمعايير التدقيق المحلية والدولية. ينبغي على الشركات اللي تعمل في ظل بيئة التجارة الإلكترونية بالذات أن يكون لديها نظام متكامل لمكونات الرقابة الداخلية وأنظمتها اللي تستخدمها. وشكراً لإصغائكم وعذراً للإطالة. شكراً جزيلاً. شكراً. طبعاً بعد إذن الدكتور وحيد، إحنا من كنا طلاب بالدراسات العليا، قبل ما يجي الأستاذ للقاعة، طبعاً دكتور وحيد هو هم مشمول، قبل ما هو يجي إحنا الطلاب بيناتنا نتفق، أنت لا تسألني أنا ما أسألك، أنا ما سألت من أحد. سألت من أحد؟ كان المفروض تسألي. لا لا لا، من باب الشاقة تفضل، بالعكس يعني سعيدة. شكراً جزيلاً دكتور، أسفة. الله يحفظك. رأفت باسم من جامعة المرسل قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. طبعاً ذكرتي فد مسألة. بس العنوان بلا زحمة. ذكرتي فد مسألة يعني وهاي المسألة كنا وجهنا بها دكتور وحيد عندما بدأنا بالكتابة الرسالة، إنه أنت بما إنه اختصاص محاسبة نتوجه إلى التطبيق العملي أكثر من نعتمد على قائمة الاستبانة، ولكن أكو مشكلة واجهناها وخاصة الحصول على البيانات المالية من القطاع العام. لأنه لا يوجد تشريع ملزم، فتدخل العلاقات الشخصية في سبيل نحصل على المعلومة لأغراض البحث العلمي، ولهذا كان أكثر توجهنا الأكثرية والأغلبية ولا زالت هذه المشكلة
انه يتوجه الى سمارت السبانة، وبارك الله بيك على هذا البحث. الله يحفظك، شكرا جزيلا للمداخل، بارك الله بك، شكرا جزيلا. دكتور صفاء. الله يحفظك. بس العنوان لا. هو دكتور صفاء معروف حتى بمناقشاته، بس يحضر لو كلمة إلي غير العنوان. أراد له فر العنوان يعني، بس خليك إن شاء الله. هساني بالدكتورة كان كاتبة لدعم، قال لي لتعزيز ولدعم، يعني إلا غيرنا. دكتورة ساكارة بس لاحظت كاتبة بالمنهجية، ما احنا خاب الإخوان قسم بيهم جدا لسماء بشرية. نعم. ما عندنا حدود بشرية بلا، هي حدود مكانية وزمانية. هاي مال الحدود البشرية تدخل بالعينة مال مادة البحث. تمام. عندنا حدود مكانية وزمانية. دكتور هسه دا اطلع على بحوث الأجنبية حتى صار عندهم الحدود العلمية. بصراحة قبل شهر اطلعت على بحث مخلي لي 4 حدود، زمانية، مكانية، بشرية، وعلمية. اتفاجأت بالعلمية، فإذا البشرية ما تريد هذا هم هي اسمها منهجية العلمية، كلها اسمها منهجية العلمية. نعم. وشفت العنوان انت عندك اطار كوسو، ما طرقت ابدا اطار كوسو لا بالبحث ولا بالاستنتاجات ولا التوصيات. اجيت بس بمكان طرحتها من دا احكي عن المكونات، بس لضيق الوقت ما طرحتها بصراحه دكتور. صحيح. يا اطار اخذتي مال كوسو، يا اطار مال يا سنه وترضى. صح صح ترى اكو الحديث مال 20 اكو 13 شكرا صح صح ما ذكرتينا. صحيح صحيح. يلا شكرا جزيلا. الله يحفظك، بارك الله فيك. شكرا. شكرا جزيلا دكتورة ساكار. بس التقييم مال البحث لو سمحت. العفو استاذ، حضرتك عندك سؤال دكتور تفضل. شكرا حقيقه لهذا الموضوع، وهذا موضوع جريء، واحد يربط بين عنصرين وعنصرين مو مترابطين مضبوط. كم شركه من الشركات المبحوثه تستخدم التجاره الالكترونيه؟ دكتور بصراحة أنا أخذت مجموعة من الشركات في كل القطاعات، خدمي، تجاري، صناعي. الخدمي دي يستخدموا، يعني مثلا آسيا سيل، كوراك، هاي الشركات من وزعت عليهم استمارات استبيان الزين فعلا دي يستخدمون التجارة الإلكترونية، سواء يعني إذا كانت بصورة عامة أو بشكل جزئي، لكن عندهم إلمام بالتجارة الإلكترونية. عندهم إلمام يختلف. استخدموا. نعم 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 يستخدموا. نعم. أنا طلعت على التجارة، وأنا واحد من المستوردين من عدة مناطق بالتجارة الإلكترونية، وما تدخل ضمن ضوابط التدقيق الداخلي. وين تدخل؟ عند منو؟ ما لها علاقة دايركت. حتى الشركات دايركت ما تظهرها بحساباتي. الدكتور إلا لابد تحتاج إلى توقيع إلكتروني. يعني في بعض الأحيان تحتاج إلى توقيع. هل من الممكن انه ما يكون عندك توقيع؟ ممكن ان يكون عندك توقيع الكتروني تستخدمه. هذا انا من وجهه نظري، انت حتى اذا ما استخدمت التجاره الالكترونيه بكاملها، لكن كجزء منها الا استخدمته. يعني ممكن ان يكون عندك مثلا مستند، ارسال، قبض، صرف، ما يكون به توقيع. نعم. اوكي. هذا موضوع حقيقة جديد ويحتاج لبيانات دقيقة حتى يربط بالتدقيق الداخلي. أوكي. لأن أغلب الشركات اللي أنت بحثتيها ما عندها تجارة إلكترونية. أوكي. انا تعذروني راح يعني اختصر عدد من الاسئله اذا تسمحوا لي، لانه الوقت 11:30 الا، فراح احاول انه البحثين القادمين بسبب الوقت انه ناخذ سؤال او سؤالين، وتقدرون تتواصلون مع الباحث بعد ال شكرا جزيلا. بس التقييم اذا سمحت مال البحث. شكرا دكتوره، تسلمين.
البحث الآن راح نغير الترتيب بسبب الوقت، خاطر البحث الآن راح نبتدي باستخدام تكنولوجيا التحول الرقمي في التدقيق، الفرص والتحديات، دراسة ميدانية في عينة من مراقبي ديوان الرقابة المالية ومكاتب التدقيق الخاص ومدرسي قسم المحاسبة بالجامعات العراقية. علاء الدين عبد الوهاب، أستاذ علاء أو دكتور علاء موجود؟ علاء الدين عبد الوهاب ما موجود؟ إذن ننتقل إلى البحث الآخر، أهمية التدقيق المشترك بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والتدقيق الخارجي وأثره في جودة التدقيق في الوحدات الاقتصادية. دكتور إبراهيم حسين ودكتور هاشم وأستاذ ثابت، ورح يلقي البحث دكتور هاشم محمد صافي. السلام عليكم. دكتور هاشم محمد خير صافي، جامعة جيهان، قسم المحاسبة. أحب أقدم لكم اليوم أهم بحث جديد. طبعاً أحب أنوه بالبداية أنه بالنسبة للعنوان مع البحث هو ديوان الرقابة المالية بالعراق. بالطباعة مع البحث هو جهاز مركزي للرقابة المالية. بالنسخة الأخيرة تم التعديل هو ديوان الرقابة المالية. طبعاً عنوان البحث أهمية التدقيق المشترك بين ديوان الرقابة المالية والتدقيق الخارجي. طبعاً ديوان الرقابة المالية نقصد به ديوان الرقابة المالية التابع لرئاسة مجلس الوزراء. التدقيق الخارجي اللي هو التدقيق الخارجي اللي نعرفه الشركات الخاصة. بالنسبة للمشكلة مال البحث، هي أساساً الفكرة مال البحث جاتنا في ظل الفساد وقلة الكادر الرقابي بالأجهزة الحكومية. اقترحنا فكرة أنه ليش ما يتم الاستعانة بالتدقيق الخارجي لمساندة الجهات الرقابية في تدقيق الوحدات الاقتصادية أو الوحدات الاقتصادية ذات الطابع الاقتصادي. الهدف من البحث هو دراسة أثر التدقيق المشترك في تعزيز استقلالية مدقق الحسابات، والهدف الثاني هو أثر التدقيق المشترك على جودة التقارير تقرير التدقيق. طبعاً بالإطار النظري أو الفرضية، خلينا نقول الفرضية الأولى، افترضنا أن التدقيق المشترك هو لا يؤثر في تعزيز استقلالية المدقق، وطبعاً مثل ما نعرف الاستقلالية هي أهم شيء في عمل المدقق. إذا المدقق غير مستقل فما ينطي رأي مستقل أو رأي نقدر نستفاد من عنده. الفرضية الثانية هو لا يؤثر التدقيق المشترك في تعزيز جودة التدقيق في الهيئات العامة ذات الطابع الاقتصادي. بداية، شنو هو التدقيق المشترك؟ التدقيق المشترك ببساطة هو قيام اثنين من المدققين الخارجيين بتدقيق وحدة اقتصادية واحدة وإصدار رأي تدقيق موحد. المبادئ الأساسية للتدقيق المشترك عندنا، المبدأ الأول هو الأدوار والمسؤوليات. أهم مبدأ هو الأدوار والمسؤوليات، أنه لا يمكن للمدقق المشترك أن يدعي أنه لا يدري بعمل المدقق المشترك الآخر. إجراءات التدقيق الرئيسية، يجب بالبداية الاتفاق على استراتيجية عامة قبل البدء بعملية التدقيق. الاستقلال والمتطلبات الأخلاقية، الاتصالات، هذا أهم من أهم المبادئ الأساسية. يعني عند قيام اثنين من المدققين بتدقيق وحدة اقتصادية واحدة، أحياناً يدخل في عمل المدقق الآخر جزء له علاقة بعمل المدقق الأول، فيجب أن يكون هناك اتصالات مباشرة، مثلاً مؤشرات، خلينا نقول عن أكو احتمال تحيز الإدارة، أكو مثلاً أخطاء جوهرية معينة. وعندنا وثائق التدقيق، يجب على المدقق الأول عدم إخفاء، أو المدقق الثاني عدم إخفاء أي من وثائق التدقيق عن المدقق الأول أو الثاني.
مراحل التطبيق. المرحلة الأولى بداية تحديد نهج التطبيق أو استراتيجية التطبيق. إحنا نعرف من المدقق من يبدأ بتطبيق أي شركة يحدد استراتيجية مال التطبيق. فهم هنا لازم المدققين يعني الاثنين هم يتفقوا على استراتيجية معينة لتطبيق هاي الشركة أو الوحدة الاقتصادية. المرحلة الثانية هي العمل الميداني في التطبيق. إحنا مثل ما نعرف المدقق من يدخل على شركة للتطبيق إن كان بالهيئات العامة أو إن كان بالشركات التجارية الخاصة يقسم العمل إلى دورات. مثلاً عندنا دورة الإيرادات، دورة المشتريات، دورة رأس المال. فمثلاً عندنا اثنين من شركات التدقيق، شركة التدقيق واحد خلينا نقول، شركة التدقيق اثنين. مثلاً الشركة الأولى هو يدقق الملكية والمعدات، الأصول المادية المعنوية والمالية. الثاني يدقق المخزون والمبيعات. من يخلص كل من ينتهي كل مدقق مشترك عمله يقوم المدقق الثاني بعمل ريفيو على عمل المدقق الآخر. المرحلة الثالثة تأسيس رأي التدقيق المشترك. بداية استعراض العمل المنجز من قبل الطرف الآخر، يعني العمل اللي قام به المدقق الأول يقوم بعمل استعراض المدقق الثاني وبالعكس. إعداد ملخص من قبل المدقق المشترك من النتائج ومناقشته، ويتم توقيع التقرير من قبل المدققين. صراحة احنا الاسلوب اللي استخدمناه قمنا بإعداد استبيان وزعناه على عينة من خلينا نقول موظفي ديوان الرقابة المالية ونقابة المحاسبين القانونيين، والنتائج اللي حصلنا عليها تقريبا بالإجماع أنه خلينا نقول يؤثر التطبيق المشترك بالاستقلالية ويؤثر على جودة التقارير، خاصة إذا كان أكو هناك أخطاء جوهرية كبيرة. التوصيات اللي صراحة إحنا وصينا بها، بداية بدء تطبيق التطبيق المشترك بشكل طوعي وليس إلزامي. هسا أكو دول مثلا مثل النمسا بولندا يطبقون بشكل طوعي، فرنسا تطبق التطبيق المشترك بشكل إجباري. اثنين، تبني فكرة التطبيق المشترك من قبل نقابة المحاسبين القانونيين باعتبارها التنظيم المهني وإقامة الدورات التدريبية. تعزيز التوعية للوحدات الاقتصادية بأهمية التطبيق المشترك وفائده على المدى الطويل ومدى تأثيره في الحد من المخاطر ذات الصلة ودوره الفاعل في تعزيز جودة القوائم المالية ومكانة الوحدة الاقتصادية لدى الجمهور. وشكرا، أعتذر على السرعة. شكرا جزيلا دكتور هاشم. أي سؤال؟ لا احنا انت متفضل لأن الوقت يعني بتدوب يعني على الوقت المحدد تماما. بس أنا متأكد دكتور صفاء عنده في التعليق على العنوان. أكيد يعني عنده توقيت. تفضل دكتور. نعم. اتحاد. الاتحادي. ديوان الرقابة المالية الاتحادي. الاتحادي يصير عنده. نعم. ثاني شيء هو ديوان الرقابة المالية والتقرير خارجي. اثنينهم خارجين. صحيح. ليش نخليهم بالعنوان؟ صحيح. اثنينهم خارجين. ديوان الرقابة المالية. خارجي. التدقيق خارجي كاتبه خارجي منهم خارجي نعم خارجي. فأفضل يكون عنوانك التدقيق المشترك وتأثيره في جودة التدقيق والوحدات الاقتصادية العراقية. بالضبط يكفي يكفي. نعم. ما قد عاد خليهم دول اثنين. وبالفرضيات من عندك فرضية تكتب الفرضية الرئيسة، كانت فرضية رئيسة أولى وثانية. نعم. من يقول الرئيسة لازم بيها فرعيات، أنت ما عندك بيها فرعيات، تقول صحيح. فرضية أولى فرضية ثانية. صحيح. الله يشكرك. شكرا دكتور صفاء. لأنه التدقيق الخارجي الحقيقة يعني هي أنت تقصد مكاتب خاصة. مكاتب خاصة. إيه فما ظهر بالعنوان فلو تشيء كلها لو تخلي المكاتب الخاصة. هو إحنا نقصد دكتور يطب التدقيق الخارجي مثلاً مثل ديلويت يدقق ويا ديوان الرقابة. في الوحدات الاقتصادية. إيه. يعني مثلاً. مثل ما قال لك ما لو تخلي التدقيق الخاص أو تشيله كله مثل ما اقترح الدكتور. تدقيق مشترك وخلاص هذا هو. اي التدقيق المشترك يكفي. اي نعم. تكثيره هو استاذ نعم. شنو احنا عندنا تدقيق هسه التدقيق المشترك بين مثلا خلينا نقول شركه كوكاكولا عندهم مثلا اي واي وديلويت يدققوا عليهم، هذا تدقيق خارجي ما عنده علاقه بالاخير.
هذا اللي نقصده احنا التطبيق الخارجي. اقصد في مثلا ديلويت يطب ويا ديوان الرقابه الماليه يدقق الوحدات الاقتصاديه. هذا خاص، هذا خاص. وبالعكس همين هو ديوان الرقابه الماليه هم هو هم ديوان تمام هو هم ديوان الرقابه الماليه هو حكوميه حكوميه. الشعب هو الطرف الثالث، خليه يختار المدقق هذا يا اخي، خليه يختار المدقق. تقرير واحد تمام. تمام هذا موجود. أنا قلت لهم أدخل التدقيق الخارجي، خلي هاي الشعب يختار، يقول أنا أريد مثلا ديلويت يدقق ويا ديوان الرقابة على مصارف مثلا البنك التجاري، يقبل ما يقبل. ليش؟ سبب الفساد صح؟ لا عندنا بالعراق القوانين والتعليمات ما تسمح بهذا الموضوع. بس حتى لو يعني جدلا افترض بانه انت هي اعداد بحث لغرض تغيير بتعليمات مستقبليه او كفكره مقبوله علميا، فالعنوان مالك لازم يصير اهميه التدقيق المشترك بين الجهاز المركزي او ديوان الرقابه الماليه الاتحادي والتدقيق الخارجي الخاص. اي عفوا استاذ، خاطر يدخل الموضوع. بس مبدئيا التعليمات العراقيه لا تسمح بأنه يشترك ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع القطاع الخاص في عملية تدقيق وكتابة التقرير، لأنه الديوان هو يكتب. نعم أنا أستاذي عفو بس كمقترح خلينا نقول فكرة بحث علمية بحتة. أنا أستاذي عفو اقترحت هذا العنوان أو بحث الماجستير مالتي دمشق سوريا، فمن دخلت للقسم عفو بس دقيقة فقالوا لي هذا العنوان ما نقبله احنا. ليش؟ قالوا لي لازم تجيب ثلاث موافقات، موافقه مال رئيس مجلس الوزراء، موافقه مال حاكم مصرف سوريا المركزي، لانه قلت لهم بالمصرف اطبقوا جهه عامه ذات طابع اقتصادي مصرف، وقالوا لي لازم رئيس جهاز الرقابه الماليه اللي هو مثل ديوان الرقابه الماليه. فقالوا لي مع السلامه. على عيني دكتور. اكو اي سؤال اخر؟ تفضل استاذ. تفضل ان شاء الله. اي سؤال اخر؟ تفضل. بس ردت افهم شغله واحده، نطاق المسؤوليه في حاله التدقيق المشترك سواء كان ديوان الرقابه الماليه او مكتب خارجي. نعم. ممكن توضح لنا نطاق المسؤوليه شو راح يكون؟ بصراحه المسؤوليه خلينا نقول بالبدايه اذا كان تدقيق خارجي يعني مثلا شركه بيبسي او كوكا كولا جابوا مثلا مدققين هم ديلويت وارنست اند يونغ، اثنينهم يتحملون المسؤوليه. على مود هيك شيء بالبدايه من قلنا الادوار والمسؤوليات، ما يصير هذا المدقق يقول لا ما اعرف هذا المدقق شو ده يشتغل. نعم. هو ده يدقق على المدقق الثاني، فهم اثنين يتحملون المسؤوليه. وعلى فكره الشركات اللي تقدم تقرير مدقق حسابات موقع من مدققين هي بالاسواق الماليه اقوى. تمام. هنا اكيد الحكومه تتحمل المسؤوليه، يعني ديوان الرقابه هو. نعم شكرا لك. رايي انا يعني. تفضل دكتور. استاذ هاشم، انا بالمرحله الثالثه بالتدقيق كاتب تاسيس الراي، هل هو تاسيس ام تكوين راي؟ حسب الترجمة. يعني هي سؤال بسيط اكثر ولا حسب الترجمة. تاسيس الراي ما بين مثلا ديوان نعم خارجي ام تكوين الراي؟ هو يكون راي مو حسب استاذ، هي يعني مثلا اكيد المراقب الحسابات بالاخير يكتب ويكتب راي، هو يكون راي بان يكون رأي. إيه بس انت كاتب تاسيس، هذا السؤال انت كاتب تاسيس بعد ما اعرف هاي لا يكون رايي عن الشركه. نعم هذا السؤال. شكرا على عيني. هذا شكرا جزيلا. شكرا دكتور هاشم. بس التقييم مال البحث لو سمحت. البحث الأخير استخدام تكنولوجيا التحول الرقمي، دكتور علاء الدين عبد الوهاب حسه موجود؟ ما موجود؟ طيب. إذن في ختام هذه الجلسة العلمية أتقدم بالشكر لجميع الباحثين.
على التزامهم بالوقت المحدد وعلى إجاباتهم على الملاحظات التي ذكرت. كما أتقدم بالشكر إلى الأخوة الذين أبدوا هذه الملاحظات والتي كانت بالتأكيد لتعزيز هذه البحوث وجعلها أفضل مما كانت عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بله میوان من برای دکتر موفق احمد علی لازان کوی جهان هولیر ولا بشی زانسته داره کن. فضل دکتر. دکتر الله بخیر. هلا و مرحبا. اهلا وسهلا. بما انه هذا المؤتمر الرابع في اختصاصكم، انتم كدكتور في هذا القسم شلون تشوفون هذا، شلون تقيمون هذا المؤتمر بشكل عام والضغوط اللي قدمت؟ نعم، يأتي هذا المؤتمر في الحقيقة استجابة للتطورات الدولية في مجال التحول الرقمي وخدمة العلوم المالية والإدارية والاقتصادية. وجامعة جيهان كلية العلوم الإدارية والمالية بدأت بالتحضير لهذا المؤتمر منذ أكثر من 6 أشهر، واليوم تقيم هذا المؤتمر ويتزامن مع اجتماعات دولية لمجموعة 7 وزراء خارجية من أمريكا، الولايات المتحدة واليابان وإنجلترا وفرنسا ودول أوروبية أخرى. إذن جامعة جيهان تواكب التطورات التي تحدث في العالم وتقوم بإعداد مؤتمرات على ضوء هذه التطورات لتحقيق أهداف تفيد المجتمع في العراق وكردستان. اليوم هذا المؤتمر يأتي في بحوثه لمناقشة موضوع التحول الرقمي في الاقتصاد واستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تقديم خدمات أفضل للمجتمع وبكلفة أقل ونوعية أفضل. والمؤتمر خرج بتوصيات عديدة تؤكد على أهمية استمرار مثل هذه المواضيع التي هي الآن مواضيع الساعة، ومنها مثلا التسوق الإلكتروني وعبر الإنترنت، وهو موضوع حديث بالحقيقة وكبير جدا. دكتور أريد أسألك، هل حضرتك قدمت بحث في هذا المؤتمر؟ أنا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر. رئيس اللجنة العلمية. طبعا الدكتور سروكي لجنة زانستي كونفرانسي شواري من يدولة زان كوجان لبواري زان سكارغيري داري كانا. دكتور بما أنك حضرتك رئيس اللجنة العلمية، شلون تقيمون البحوث اللي قدمت من قبل الجامعات العراقية والأقليم والبحوث اللي قدمت من قبل الجامعات الدولية؟ هل كان هنالك فرق كبير في بين هذه البحوث؟ في الحقيقة البحوث التي قدمت من الإقليم ومن جامعة جيهان بالذات وبحوث الجامعات العراقية مقاربة للبحوث التي قدمت من الدول العربية والدول الأوروبية المختلفة، فضلا عن دول أفريقية ودول آسيوية. فكانت هناك مواضيع متشابهة في هذا الأمر، لأن المواضيع المؤتمر هي مواضيع حديثة، مواضيع الساعة، ومعظم البحوث كانت متقاربة في طروحاتها ونهجها. شكرا جزيلا دكتور، نورتنا وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. صح يعني تعبتوا اكثر من 6 أشهر تعبتوا في تنظيم هذا المؤتمر، بس النتيجه هذه النتيجه انه تجمعون 11 دوله في اقليم كردستان في جامعه جيهان اربيل. هذا شرف لنا. شكرا جزيلا. الحمد لله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. بلا بينيران يا عزيز لقلما ابو ماموس دكتور موفق احمد علي لبشي زان سكارغيري وداري كان لازان کو جان هولیر استاش میوانه کتر معنی ما مصدر وانوریه لبش کارگیری کاری زان کو جان هولیر ما مصفرمو امیان کوردا طبعا براسی بخیر کارم بناس او ما وکه ها میوانه کما زیات العرب او زبا زیات او زار مایک کلیبو خاتون بنازی فرمو فرمو یورو تام باش یورو تام باش ما صبح بخیر باش اما دکاری کان چون بریوتو والله وادیار چون اما دکاری دان کوردو بون کنفرانس انا لوی لود روزه کوتاهی پیدا زن و ارچی شش مانگا، ارچی صار بو شش مانگا، اما دکار یعنی عنی و آن کراو لود روزه لحفته یک او ایشان بخیر بچدی. شش مانگا جماعت بشی کنفرانس که خود لجنه کنفرانس که خریکن اما دکاری دکانو لود صن روزه عنی هل هل انزانی او شش مانگ صار مانگ پیان شش مانگیا لود روزه ات صرف کرد. نتیجه کی؟ نتیجه کی؟ دیل خواب زیاد زور باز رویش تو شنوکنی. بحث توی جنوا کان زور باش کرا و رشونه چی باشه هم با جیرا و تبرو و برو 2 ساعتی کنفرانس ها کش آره. راست امروش کتا روزه. بله بله. ما هم صدم می برسم خود اندامی لجنه آماده کاری ام کنفرانسی. بله. آماده کردینی کنفرانس کورس نیه؟ کنفرانسی لام جورا. حتما. کدومی یان زورا؟ حتما لبروی تو دانش تو یان زورا ایدیاواس. بذگل نویت شلنو توی جر. شلنو را ایدیاواس. دبی هم یعنی خیلی یک بابا توی یک جریک سطر و همی به یک توضیحی چی برای پیشتونی مالی و کارجاری و حسابات و
زانست داره یکان بگشتی یا رو بتو کواید بی توجیهات کان همو بویکشن بگ کوکرنوی را یکان کوکرنوی اهم را جواز لیک چطرا ارکیچی آسانی بولم خوشبختانه زاکوی جهان تو آنیم همکار زور و آسانی تیه پارین تو بیجنیه چی توکمو با تو آنو دست دست رنگین روزو با سرکوتو کارکانیان جه بچه کرد بیکو ماشو پنزتان دیاره سالانه تن زر کنفرانس در اگر خنده بلاتا کن زاره دو کنفرانس زاره سه کنفرانس دا است دو کنفرانس اون زندرا اوصال بله اوصال دو کنفرانس کرا بلم بقسمی جواز راست وابزم اوکی ترکرا لسر وسائل انجینیرینگ و زمان و ادب و بله انا کرا او ما دبی بکریت لبروی جهان نا واسته لبرو پیش بردن جهان نا واسته لاغت دبی اگابون جهانی درو دبی همو او داتا زانیاران هم او برو پیش کوتان یک بخره بو پیش کوتنی زیاتر نه خو ځان خو ځانه او ځان ځکو ځان څه سوال کوم نه نه وسته کارانه خلاص ته بدلنی ما مست د می بشارو د کوم بسوساری مان گیشش پولک لختابیان به شی ایوا کارګری کار کجمره مسپین ختابیا سردانی ولاتی پولند او ځان کوی لوسی پولند بله بله دو ما مست شی لګل درو نظم خو ته کی کلوانه یا نظم دی سیکریټ اگر دین سره باشه ګا نه نه بس د می ځانم اگر زانیر سره وبې دچن بو امولاته چی دکنه ای هدفی زیاتر هدفی سره چی هدفی سره چی چونی تخلابه کان بو ولاته بو تکلاون آشنابون کلچوری زمکان هر دلیا با و پیشکوت نکانو بزانیار یکانه و بشداری کردن ل سمر سکول یک وخت بشداری کردن ل کورسی چی هاوینه ل زاکو کدا امز خو ل اساس د پیشکوت نشی برڅا و ل اساس پیشکوت نشی تو ل چی ل الگور کرنی زانیار کان بین او زانکو یا وات سفریج ترفیهیه، سفریج علمیه، سفریج برای پیش بر میزانیه. سفریج نیه برای پس با کات بسر بردنو. آویکه لذت وی پردی خطابیان دنبین در آوانی آوا. پلانش چوک می بودند راوا به همه شیو پلان که استا. واروا برنامه رژی بودند راوا. انشالله ایش به همه شیو. خطابیان خطابی کنم کنفرانس دوچ نوش کش دکتر. یعنی باز دوچ. کنفرانسی سرسک سمر سکولا. وک کورسه وک ترینینگه وک سمر سکوله که او باشه تنها ورکشاپ او فیرده بم بله باشه ما مستاج انزور خوشحالم که لگر ما بوده ایوه سر کتون بتان بینیو وکو باشه کارگیری و داری کن او بارانه ای که حتانا بتان بینیو لکلوشوینی هره برزی ایواش من دونه بم زور من دونه بسی خزمت زانست ایوه پیشکش کردن لیم عزیزیم نه برزن سر کتون والا بینرانی عزیز لگال ما بو ما مستای برز دلووانوریا لا بشی کارگری کاری زان کو جان هولیر و ک جناب شان امر اندام ولا لجنه بالای آماده کاری کنفرانس چوارمی نی دولتی زان کو جان هولیر ک بهو بشی لگال زان کو لوزی ولاتی پولندا برای ود چت بنس خود دبینی باشمان گی کیتر زیاتر لمان گی کیتر پولی کی قطابیانی زان کو جان هولیر سردانی ولاتی پولندا دک او زن که ایسا به هاو باشی ام کنفرانس برای اونه بر تا چند گرینگه برای تو لکتی گیشتن هبه دنیوان زن که کانی ایره و زن که کانی دره و الوگور کردنی توی جنوه و هر و الوگور کردنی قطابی که ایسا مانگی که در 25 قطابی خومنده چی نداره و اما تا چند گرینگه برای تو زور گرینگه چکا زیادر قطابین اشنای او بابتا و او باشه دبن که لیده خوین بون و اقتابی آنهاش کدتن لسر همان باشیم، لسر با همان زانکو لودسی پولندی که لید لوقات دا زنیار کن آلگور دکری لی نه اقتابی کنی هری کردستان و زانکو جهان و اقتابی کنی ایه بگم من بشری کی گشتی گرینگا با اقتابیان بدل نیه و زانکو جهان هولیر همیشه هندی کار انجام داده که بیشتر نکرده. اما از جایی دست خوش و جایی خوشحاله که تو لکتی گشتن یک لگو زنکوی کی نیو دولتی و کو زنکوی لودز دولتی پولند او لکتی گشتن و امیزاب کی و چندین کاری لم زوره بدای خواهد بینه تیک اکلوان ام کنفرانسی چواره می نیو دولتی زنکوی جانه که با ها باشی لگلو زنکوی برای وده بعد و هر وحا بانمونه او گشته ای که لبو قطابیانی باشی کارگری کار کجمارم بیسپین قطابیه که بویان آماده کرا و پلانی بودن را و کمانگی ده هاتو سردانی ام ولاته بکن و ام زنکوی بکن اما معنی اول دیتن که اولی که گشتن آنی که زنکوی جهان لام دوانه انجام میده ولی گل سندین زنکوی تری نیو دولتی سندین زنکوی تری هریمی کردستان و دروش اما معنی اول داد که قازان جکانی زور زور دیارنو قازان جکانی ل قازان جو گرینگی که ایله وقت تابی کندم بایم استا کنفرانس که مراسمی کوتاهی کنفرانسی چهارمین نیو دولتی زنکوی جهان لبواری که زن سکارگر داره کن برای ودشید بناس
خود دمی کوتا قصت ور بگرم دوای دگرین ولاتان نازم دگرین ولاتان یان نه بلام پاشوی مراسم کن کوتای ببیت انشاءالله امرو کوتا روشی چوارمی کنفرانسی نیو دولتی زن کوی جهن لباری زن سکاری رو دارکن براس بگشتی هم کنفرانس چون دیم بگشتی بشهی که باش دبینم بگو من کنفرانس لسر همو بابتا کن دکرد هر زارو لسر بشه چیم بگو من اوش بشهی که باش با قطابیان کده توان زنیاری لم توی جنوانه ور بگرن باشه اما دوان کنفرانس پیش کرده که خوازیاری لکنفرانس کنی داره توش باش داری که کنفرانسی لم زوره کنفرانسی داره تو باش داری تیره که انشاءالله خوشم با خوش حال دزم کس ماوی سی سالا پیشکشکاری رومان راستم خوی کنفرانسانی و دولده کنی زن که جهانم لبواری جا جا زور زور سپاس با همو اوانی که مندوبون لرخستن و آماده کردینی ام کنفرانسی نیو دولتی زنکوی جهان زور سپاس با لجنه آماده کرد زور سپاس با دسته امیدارتی زنکوی جهان هولیر زور سپاس با سروکاتی زنکوی جهان هولیر زور سپاس با ملایک استاج بجه تندیرین لگل مراسیمی کتای حتینی چوارمین کنفرانسی نیو دولتی زنکوی جهان لبواری زنسه کارگیری و داره کن. Good afternoon dear researchers and academics. I would like to take this opportunity to welcome you again and thank you all for participation and attendance in the 4th International Joint Conference on Administrative and Financial Sciences. We announce the start of the closing session of this conference. The first dignitary to honor us with his presence is Professor Dr. Amjad Saber Dilawi to deliver his closing speech. مساء الخير، إوارتان باش. سپاسی به پایان بو همو تجران و مامستان و اکادمیستان که بشدار بون لماوی او دو روژا بو دولمان کردنی بواری کارگیری و دارایی و هروا بوارکانی تر که لو کنفرانس زانستیا پینج توری لخوی گرده بو براستی مای خوشحالی بو بوی ما که لدو روژی آوها چی لزانکوکانی حریمی کردستان و هلوار زانکوکانی عراق و لزانکوکانی درویش کومالی توجران و ما مستعنی زنکوب بینی مساء الخير جميعا كان شرف عظيم لجامعة جهان أن نلتقي بنخبة خيرة من الأساتذة والباحثين ومفكرين على مدار يومين من جلسات المؤتمر وبنقاشات مفيدة ومستفيضة في مجالات العلوم الإدارية والاقتصادية لا سيما الظرف العالمي بشكل عام لأسباب شتى اقتصادية وسياسية وعسكرية وجيوبوليتيكية تعصف بالمؤسسات المالية والإدارية والاقتصادية هذا العصف يكاد ينهي بعض الدول وليس المؤسسات المالية هناك دول على شفا حفرة لا يفوتكم لبنان أولهم قريبين عليه فأصبح لي زمن علينا كأكاديميين وباحثين أن نبحث هذه الجوانب بدقة وإن لم تكن هناك جوانب عسكرية أو سياسية أو اقتصادية فالتحدي التكنولوجي بحد ذاته قائم إن لم تواكب هذا التطور إن لم تواجه هذا التحدي تكون خبر كان سواء كنت على شكل مستوى الدول أو مؤسسات مالية أو اقتصادية بالتالي أولى الطرق لإيجاد الحلول لمشاكل من هذا النوع هو البحث العلمي من كلمة البحث أن تبحث عن شيء وهو البحث عن إيجاد حلول لمشاكل قائمة تحدثت مع الزملاء اللي كانوا من الجامعات الأخرى من غير جامعة جيهان عن موضوع لماذا أصبح مكانة العراق العلمية بين الجامعات في وجهة نظرهم دون المستوى المطلوب نحن رجال الأكاديميين الأمس واليوم نحن أيضا لماذا أصبحنا في الركب متخلفين
نحن لسنا متخلفين عن الركب، ولكن النظام العالمي جعلنا أن ما نواكب هذا التطور. تحدثت عن مثالين لزملائي في بغداد كيف كان البحث العلمي في العراق بعد انتهاء يجد له مجال التطبيق في مؤسسات الدولة، كيف كان أساتذة العراق ملزمين بإيجاد حلول علمية وأكاديمية لمشاكل التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية في الدولة بشكل كامل. أذكر هذا أقصد بها أن لا تكون البحوث المكتوبة من علماء ومفكرين مثل حضراتكم على الرفوف، يجب أن يكون بحوثنا لمشاكل واقعية موجودة بالمجتمع. ميولنا نحو المؤسسات الحكومية وهذا غير صحيح. إذا كنت تبحث عن مشاكل اقتصادية ومالية وإدارية في مؤسسات الدولة فأقرأ السلام على بحوثك. بالعامية أنت تجي على القطاع الخاص، هل تعلمون أن 80 إلى 85% من مؤسسات العالم برايفت سيكتر، ومن ضمنها الجامعات؟ في كل دولة إذا تلقي 20 جامعة 15 منها برايفت وخمسة منها ستيت، وهكذا جميع القطاعات الاقتصادية. فعليه رجائي من أخواتي وإخوتي وزملائي المشاركين في هذا المؤتمر أن يكون بحوثنا لها مجال التطبيق ليس فقط لأغراض الترقية العلمية. تعذروني أقول البدعة الجديدة Impact Factor وScopus 1, 2, 3, 4, Q1, Q2 بس لا حول ولا قوة لازم نواكب. ابحثوا عن معنى كلمة Scopus، من أين أتت هذه الكلمة؟ تعذروني ما أقدر أصرح عنها، أنا ما معني بهذا الشيء، بس ابحثوا عن معنى من أين أتت، تدركون كل شيء عن خلفيات هذا الأمر، تدركون كل شيء. أمامي الجالسين إداريين واقتصاديين وماليين، غيرنا من لا شيء يخلقون قيمة لشيء ليس له وجود، أمثال أكريتيشن مال الجامعات والبرامج، وإحنا ننفق مبالغ هائلة نجري وراء هذا الأمر لا يقدم ولا يأخر. هذا في مجالنا إحنا كأكاديميين، فكيف القطاعات الأخرى، القطاعات الاقتصادية الأخرى؟ لا تستهينوا ببحوثكم، لا تستهينوا بإمكانياتكم وإمكانيات زملائكم، إمكانيات هائلة، قدرات فائقة، جهود مباركة، لكن ينقص لا شيء إيجاد البيئة المناسبة لتطبيق هذه البحوث، وهذه البيئة لا تنتظر أن تقوم مؤسسات الدولة أو مؤسسات القطاع الخاص بإيجاد هذه البيئة. أنا ذكرت مع الزملاء جملة، مو أسبوع القادم البعدة أنا عندي لقاء في غرفة صناعة وتجارة أربيل مع جميع المستثمرين وأصحاب المصانع والمنشآت لأستلم منهم ما يعانون من مشاكل على ضوءها، أكلف المجاميع البحثية بالجامعة لكتابة هذا البحث وأسلم له. هذه أول خطوة، تلقون من اليوم محسبوا علي 15 يوم هذه الحنفة. هذا الأمر في كل مفاصل الحياة لازم يطبق. بحث واحد من البحوث كان الحديث وين دكتور على قطر، منو سوى، منو الكاتب البحث دكتور؟ حضرتك مو، حضرتك مو عراقي، بس لو سمحت لي، مستشار دا يبحث في أمور في دولة أخرى وإحنا في بلدنا ما نقدر، في حين هو هم مثلنا ويقدر هنا. إذن كوادر العراقية إحنا اللي دا نقود المنطقة،
أقصد علميا. أخي العزيز موجود من الأردن، اللي أسس الجامعات في الأردن عراقيين، اللي أسس الجامعات في اليمن عراقيين، اللي أسس الجامعات في ليبيا عراقيين. ولا زغرا بزملائي بحكم التاريخ العريق، التاريخ العريق للجامعات والمؤسسات الأكاديمية العراقية، وأيضا الكثافة السكانية الموجودة والفاكتور الموجود، الموارد البشرية والموارد المادية موجود ثنتين، خلص أنت بإمكانك تبني كل شيء، الفاكتور الأساسية الموجودة. عذرا أني طولت عليكم بالحديث، لأنه خلال يومين شفت إمكانيات وقدرات ما يستهان بها، سواء كان من جامعاتنا أو من جامعات اللي زارونا كل. دعوتي للجميع بتأسيس مجاميع بحثية مشتركة بين جامعات. في العقد الماضي كان غير مرغوب البحوث المشتركة، كان يطلبون بحث منفرد، الآن تماما المعادلة بالعكس، كل بحث فردي بحث ضعيف. الآن عندنا احنا نظام للريورد مكافآت البحوث، يجيني بحث 70 باحث بها، 70 باحث 80 باحث. والجانب الآخر في البحوث بسبب التكنولوجيا والعولمة والمظاهر الـ Artificial Intelligence الجديدة، ليس هناك اختصاص مستقل. تكتب بحث عن النفط لازم وياك واحد من الجغرافيا، لازم واحد وياك من الجيولوجيا، لازم واحد وياك من الإدارة، ولازم واحد وياك من المحاسبة. شوف تطلع. تكتب بحث بالقانون هكذا، تكتب واحد بحث بالبيولوجي هكذا، تكتب بحث بالطبية هكذا. فعليه تشوف الآن البحوث اللي تكتب عدد كبير من الباحثين الموجودين. مرة ثانية شكري وتقديري إلى حضوركم إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، وإلى رحاب جامعة جيهان، وإن شاء الله بين سنة وأخرى لكل تخصص موجود مؤتمر، إن شاء الله في اليوم 2023-2025 يصير المؤتمر الخامس للعلوم الإدارية والمالية، ونتمنى مشاركات أفضل، وأن لا يكون حضورنا في جامعة جيهان وفي أربيل مقتصر على المؤتمرات. أبوابنا مفتوحة على مصراعيه لاستقبال كل الأفكار النيرة، كل الإبداعات في أي من المجالات. فمرة ثانية أرحب بكم وأعتذر نيابة عن زملائي في اللجنة التحضيرية عن أي تقصير في الجوانب الإدارية والتنظيمية للمؤتمر، نيابة عنهم أعتذر كل الاعتذار إذا كان هناك تقصير، وأتمنى أن نلتقي معكم في لقاءات أكاديمية وعلمية وبحثية أخرى. وأنتهز هذه الفرصة أيضا أن أقدم شكري وتقديري لجميع اللجان المساهمة في إعداد هذا المؤتمر، وشكري وتقديري إلى الجامعة البولونية لمشاركتهم الفاعلة للمرة الثانية خلال هذه السنة في هذا المؤتمر، والباحثين الذين شرفونا من مشارق الأرض ومغاربه، وأيضا من الجامعات الأخرى سواء كان في إقليم كردستان أو جامعات الأخرى من المحافظات الأخرى العراقية. شكري وتقديري إلى اللجنة العلمية للمؤتمر، واللجنة التحضيرية، واللجنة IT Support، واللجنة المالية والإدارية، واللجنة الإعلامية، وكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر على جهود متواصلة طيلة 6 أشهر، بحق موقع فخر اعتزاز لي ولرئاسة الجامعة أن تقوم كادر الجامعة كوادر الجامعة بهذا الجهد المبارك باستقبال هذه النخبة الخيرة. فأهلا وسهلا بكم مرة ثانية، تمنياتي لكم بالتوفيق جميعا، وشكرا جزيلا. Thank you, Doctor. And now I humbly invite Professor Dr. Mufaq Ahmad Ali, the Honorable Member of the Conference Scientific Committee, to deliver the conference recommendations.
بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي للمؤتمر العلمي الدولي الرابع في العلوم الإدارية والمالية الذي يقام في جامعة جيهان أربيل بالاشتراك مع جامعة أوج البولندية، فقد تم بمشيئة الله وعونه تواصل جامعة جيهان مسيرة مؤتمراتها العلمية بجانب أنشطتها العلمية الأخرى، فضلاً عن خدمتها لبيئتها ومجتمعها. وها هي اليوم أكملت كما نوه السيد رئيس المؤتمر السيد رئيس الجامعة الأستاذ دكتور أمجد صابر دلوي إقامة مؤتمرها الدولي الرابع ضمن مسيرة مؤتمراتها العلمية بجانب أنشطتها العلمية الأخرى، فضلاً عن خدمة بيئتها ومجتمعها. وتساهم وتحرص جامعة جيهان دوماً على أن تكون هذه المؤتمرات دولية، وكما هو الحال لهذا المؤتمر. انعقد هذا المؤتمر ليحقق أهدافه التي تمحورت حول موضوع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ليضاف إلى إنجازات الجامعة العلمية المتواصلة. وكما نوه السيد رئيس المؤتمر بأننا نسير على الطريق الحديث في مجال العلوم المختلفة. ولا أخفي شيئاً بأن هذا المؤتمر حظي بمساهمات دولية واسعة من دول أوروبية وآسيوية وأفريقية، فضلاً عن دول عربية عديدة، إضافة إلى جامعات من العراق وإقليم كردستان. خضعت البحوث التي اقتربت من 70 بحثاً أو أقل بقليل إلى التقويم العلمي من قبل محكمين مختصين في مجالات العلوم الإدارية والمالية والاقتصادية المختلفة، ليتم قبول ما يقرب من 50 أو أقل هذا الأسبوع من شهر أيار، وبالتحديد في الثاني والثالث منه قد سبقه مؤتمر أو اجتماع كبير لمجموعة السبع دول الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان في اليابان ذاته يومي الأحد والاثنين المنصرمين قبل 3 أيام، ليناقش نفس الموضوع الذي جاءت به محاور المؤتمر، وهو الذكاء الاصطناعي ومخاطره وسبل إيجاد البيئة القانونية له. هذا الموضوع دولياً ومن قبل اعتراف مجموعة السبع على مستوى الوزراء، لحد الآن لم يصاغ له تشريعات قانونية تنظم أدائه. فنحن اليوم ناقشنا كما ناقش وزراء مجموعة السبع موضوع الذكاء الاصطناعي، ولا سيما موضوع شات جي بي تي الذي نوقش أيضاً من قبل وزراء الدول السبع، والذي قدمته منظمة أوبن أي آي قبل 5 أشهر فقط. فها نحن اليوم نسير على الطريق الحديث في مجالات العلم التي تدخل بها جامعة جيهان بمؤتمراتها المختلفة، فلسنا بعيدين عن ما يحدث اليوم، وإنما نساير كما أشار السيد رئيس المؤتمر ما يحدث اليوم في العالم من تطورات، ونحاول أن نعالجها من خلال بحوث ومشاريع ودراسات حضراتكم التي ساهمتم بها. قبل عرض موضوع التوصيات الخاصة بالمؤتمر، أود أن أنوه بأن الجامعة استطاعت أن تسير باتجاه عرض البحوث ضمن محاورها المختلفة، والتي حققت أهداف المؤتمر وستحققه إن شاء الله من خلال توصياتها المختلفة. والتوصيات التي اختصرتها اليوم هي ليست التوصيات الوحيدة، وإنما التوصيات الرئيسة التي جاء بها المؤتمرون. توصيات المؤتمر الرئيسة: التوصية الأولى، ضرورة تبني المنظمات والمؤسسات المختلفة في العراق وإقليم كردستان للتحول نحو العصر الرقمي، وتقديم الحلول والتطبيقات الجديدة من خلال استخدام تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي بدأ يحاذي الذكاء البشري في بعض المجالات. والهدف من كل هذا ينبغي أن يكون من أجل تسهيل الأعمال وتطويرها بما يرضي تطلعات وآمال هذه المنظمات والمجتمع، ودعم الابتكار والأتمتة لمصلحة الجميع. وكما أكد السيد رئيس الجامعة رئيس المؤتمر بأن الجميع نقصد بهم القطاعين الخاص والعام وليس القطاع العام فقط. التوصية الثانية، أهمية استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي ووضع القوانين والقواعد التنظيمية لها،
واستخدام التقنيات المختلفة لاكتشاف وتشخيص حالات الفساد والتحايل المالي والتي نعيشها مع الأسف نحن اليوم، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية أمن وسلامة النظام المحاسبي والتصدي لأي اختراق لأنظمة المعلومات المالية والمحاسبية، وهو ما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الثقة في هذا القطاع. التوصية الثالثة: مواكبة وتبني تقنيات العصر الرقمي، ومنها تقنية بلوكتشين وإكساب العاملين في المؤسسات المختلفة المهارات التي تتطلب اعتماد هذه التقنية بمزاياها الفريدة التي تتمتع بها. رابعاً: التركيز على مجالات الإبداع والابتكار في مسارات العمل الإنتاجي والإداري لتعزيز حالة الاستدامة وانتعاش القدرات والكفاءات التي تحقق خلق القيمة الاقتصادية وتحقق الميزة التنافسية والنمو في المؤسسات والمشروعات المختلفة. التوصية الخامسة: تطوير نظم التماسك الجماعي، وهذا ما أكد عليه السيد رئيس الجامعة، والله أنا كتبتها بمعزل عن أفكاره. تطوير نظم التماسك الجماعي أي فرق العمل في المؤسسات الإنتاجية، وبما يحقق العمق الوظيفي للأفراد لزيادة إنتاجيتهم والعمل بروح الفريق لزيادة واستمرار نمو المؤسسات وتطوير عوائدها المادية والاجتماعية. سادساً: تطوير وتعزيز علاقة رضا العملاء وزيادة موثوقيتهم بمنصات التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت باعتبارها أنشطة تسويقية حديثة ومتنامية في مجال التسويق الإلكتروني، وهذا يتطلب أيضاً الاهتمام بعناصر التسويق الشخصية كالعلامة التجارية وتطوير شبكات التواصل الاجتماعي التي باتت تؤثر جميعها في حياة المجتمع. سابعاً: دعم عمليات الإبداع المفتوح في قطاعات الخدمة المختلفة كقطاعات الصحة والتعليم والخدمات المجتمعية، وتعزيز دور الاتصالات اللاسلكية في هذه القطاعات لتحقيق مستوى أعلى من الشمول المجتمعي المستفيد منها. ثامناً: اعتماد معايير طوارئ في أوقات الأزمات، ونحن نعيش أوقات أزمات أكثر من الأوقات الطبيعية. في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية والبيئية تتمكن من خلالها نظم الإدارة والمحاسبة والتدقيق من تطبيقها كمعايير عمل استثنائية تحافظ على تماسك المنظمات واستمرار أداء دورها المجتمعي. ختاماً، نتمنى نحن كمشاركين في المؤتمر بمختلف أطيافه استمرار جامعة جيهان أربيل بنهجها الريادي الحالي لمواكبة آخر المستجدات العلمية للمحافظة على مكانتها المؤسسية وتطويرها خدمة للحركة العلمية والمجتمع. ومن الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Dr. Mufaq. Dear guests, let's watch a short video of whatever happened since yesterday till today. Enjoy.
Respected audience, in this closing event, we are going to continue our ceremony by granting the participate certificates. So, first of all, I invite Professor Dr. Amjad Sabar Delawi to the stage to grant the certificates. First of all, I start with our precious keynote speakers, who are Professor Dr. Ammar Albazi, Dr. Mustafa Sasan, Professor Dr. Tomas Orishek. And now the session chairman, Professor Dr. Ala Abdussalam Yahya, Professor Dr. Khaled Hamad Amin, Professor Dr. Nawzad Abdulrahman Saleh, Professor Dr. Saad Al-Kawaz, Professor Dr. Safa Ahmad Alani, Professor Dr. Wahid Mahmoud Ramu, Dr. Aram Hana Masoodi, Dr. Ala Salam Jamil, now the session reporters. Assistant Lecturer Azwar Mahdi Saleh. Assistant Lecturer Bushra Ali Zainal. Dr. Hashem Safi. Assistant Lecturer Manaf Basel Rauf. Assistant Lecturer Muhammad Abdul Karim. Assistant Professor Qusay Hamid Al Salami. Assistant Lecturer Sabit Hassan Sabit. Lecturer Sahar Jalal Fattah. And now the authors. Dr. Agishka Orshilek. Dr. Abud Muhammad Jamil. Dr. Abdulrahim Khalaf Rahi. Dr. Abdussalam Habib. Thank you so much, Dr. Amjad.
Let me invite Dr. Tomasz Orszilek to the stage in order to help us to grant the certificates. Dr. Ali Mahmoud Ali. Dr. Abdussalam Mahmoud Abu Tapanja. Dr. Ali Shawkat Al-Obeidi. Dr. Abdulrazzaq Ibrahim. Dr. Ayad Majid. Dr. Manal Qassan Ahmad. Dr. Qofran Hatim. Mrs. Himabati. Dr. Iraq Abbas. Lecturer Jamal Haddash Muhammad. Miss Laura Basem Al Saur. Dr. Haukar Bir Dawood. Dr. Samir Salahuddin Hamdi. Assistant Lecturer Muhammad Saber Jami. Majed Yaqub Mahmoud. Dr. Manal Ibrahim. Assistant Lecturer Muslim Najib. Dr. Omar Al-Samirai. Professor Dr. Dina Ahmad Omar. Dr. Sakar Zahir Omar. Dr. Sinan Harjan.
And the last one, Dr. Yahya Ali Kadhim. Thank you so much, Dr. Tomasz. Thank you. And now, dear all, we conclude this conference with a memorial photo-taking ceremony that I want to invite Professor Dr. Amjad Sabir Dilawi and Professor Dr. Tomasz Orishek to the stage in order to take nice pictures with different sessions. First of all, I want to invite the members of the first session, which was Managing Organizations in the Digital Age. Those who were participating in this session, please come to the stage to take a picture. They don't understand? The participants of the first session, which was Managing Organization in the Digital Age, I asked them to come to this stage to take a memorial picture. Those authors, keynote speakers from the first session. No problem, I keep. Thank you so much. Now the members of the second session, Accounting and Auditing in the Digital Age. Please, the members of the second session by the title of Accounting and Auditing in the Digital Age, please come to this stage. Accounting and Auditing in the Digital Age. Thank you so much. Now the third session, Contemporary Management and Quantitative Methods. Please come to the stage. Contemporary Management and Quantitative Methods.
Thank you so much. And now the fourth session, Financial Systems and Digital Economy. The members of the fourth session, Financial Systems and Digital Economy. Thank you. And now the last session, which is digital marketing. I invite the members of digital marketing session to the stage. They say the students. Before the students, university. Now I ask the students of business department to come to the stage and take a picture. They are the future of our university. And I ask their lecturers to join them as well. Thank you. And as the last picture, let me invite the University Council members to come to the stage. Thank you so much.